بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فكنا قد وقفنا في المحاضرة الماضية عند قول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. وما زال سياق السورة الكريمة يذكرنا بل يأمر يهود عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يذكروا نعم الله تعالى على آبائهم وأجدادهم. وهنا يذكرهم الله تعالى بنعمة أخرى، حيث طلب موسى عليه السلام من ربه الماء ليشرب قومه. وإذ استسقى، استسقى يعني طلب الماء للشرب، طلب الماء للشرب، استسقى طلب السقيا، فالألف والسين والتاء في لغة العرب بمعنى الطلب، طلب سقيا الماء ليشرب هو وقومه، وذلك عندما كانوا في التين. فالله تعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم وقت أن طلب موسى عليه السلام لكم الماء لتشربوا وأنتم في التين، ففجر الله سبحانه لهم 12 عينا، 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، أسباط قبائل بني إسرائيل، لكل قبيلة عين من الماء لتشرب منها ولا يزاحمها غيرها على تلك العين. وقال الله سبحانه وتعالى لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من المن والسلوى الذي أنعم الله تعالى به عليهم، واشربوا من العيون التي فجرها الله سبحانه وتعالى لهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، يعني لا تفسدوا في الأرض فتكونوا في عداد المفسدين، ويحاسبكم الله تعالى على هذا الفساد والاعتداء. واذكروا أيضا وقت أن قال أسلافكم وأجدادكم لموسى عليه السلام وهم في التيه: يا موسى لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، وهو المن والسلوى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني طلبوا من موسى عليه السلام أن يسأل ربه أن يفتح عليهم من البقول والقثاء إلى آخره. فقال موسى عليه السلام في رده عليهم: لا يصح أن تتركوا طعاما طيبا وتأخذوا بدله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، يعني بيّن مآل أمرهم بعد خروجهم من التين: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني ما سألتم من البقول والقثاء إلى آخره. وبيّن الله تعالى ما حدث لهم بعد خروجهم من التين: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني لزمهم الذل والهوان والاستكانة، ورجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بسبب كفرهم بآيات الله وتكذيبهم وتعديهم وقتلهم لأنبياء الله سبحانه وتعالى، وبسبب ما ترسخ في نفوسهم من الاعتداء ومن الجرأة على المعاصي التي نهاهم الله تعالى، ومن تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله تعالى أن باب التوبة مفتوح لكل الطوائف، كل من عصى ربه، كل من عبد غير الله تعالى، باب التوبة أمامه مفتوح، لكن بشروط: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه طوائف متعددة، آمنوا يعني حققوا الإيمان
بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك اليهود والنصارى والصابئون والصابئين، وهم قوم كان لهم علم بالنجوم وكانوا يرون أن للنجوم تأثيراً، وبعضهم يقر ببعض الأنبياء. وهذه الطوائف المؤمنون اليهود النصارى الصابئون، كل هذه الطوائف قال الله تعالى: لو حققوا الإيمان الصحيح الإيمان الحق، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح قرين الإيمان يتبعه ويأتي بعده. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني من حقق الإيمان وأتبعه بالعمل الصالح وعلم أن هناك يوما تقف فيه الخلائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، فخاف هذا اليوم واتقى هذا اليوم وعمل الصالحات حتى يكون من السعداء والناجين والفائزين في هذا اليوم، فإن الله تعالى لا يضيع أجره، وهذا الشخص لا يخاف من مكروه يناله يوم القيامة، لا يخاف من الأشياء التي يقدم عليها، ولا يحزن على ما فاته وتركه وخلفه وراء ظهره. ثم عادت السورة الكريمة بعد أن فتحت باب التوبة لكل الطوائف ولكل الناس بشرط تحقيق الإيمان والعمل الصالح، عادت السورة الكريمة لتذكر بني إسرائيل بنعم الله تعالى عليهم. وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني اذكروا يا بني إسرائيل وقت أن أخذ الله تعالى عليكم وعلى آبائكم وأجدادكم وأسلافكم، أخذ عليكم العهد، ميثاقكم يعني العهد الذي ألزمكم إياه وهو العمل بما في التوراة. واذكروا أيضا وقت أن رفع الله تعالى فوقكم جبل الطور، رفع الله تعالى جبل الطور فوقهم كما قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، وأمرهم الله تعالى أن يأخذوا وينفذوا عهده الذي أخذه عليهم وهو العمل بما في التوراة بجد واجتهاد. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وأمرهم بأن يعملوا بما في التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، واذكروا ما في هذا العهد وهو التوراة، واذكروا ما فيه واعملوا بما فيه حتى تفوزوا وتحققوا وتحصلوا التقوى لله سبحانه وتعالى. ثم توليتم، بعد كل هذه الأوامر وهذه العهود، ثم توليتم يعني أعرضوا من بعد ذلك، بعد أن شاهدوا قدرة الله سبحانه وتعالى وبعد أمر الله تعالى لهم بأن يعملوا بما في أيديهم من التوراة، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله سبحانه وتعالى الذي أحاطكم وشملكم، فلولا فضل الله بتوفيقكم للتوبة إليه سبحانه وتعالى ورحمته حين عفى عنكم وستر ذنوبكم لكنتم من الهالكين، لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم، عرفتم الذين تجاوزوا الحد منكم، تجاوزوا الحد في معصية أوامر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله تعالى نهاهم عن الصيد يوم السبت، واختبرهم وابتلاهم وامتحنهم، فكانت الحيتان، كان السمك يظهر على شاطئ البحر يوم السبت ابتلاء واختبارا من الله سبحانه، فتحايلوا على أوامر الله ووضعوا الشباك يوم الجمعة ليلة
وتركوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد حيلة لتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، فكان من العقوبة التي عاقبهم الله تعالى بها أن مسخهم قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم عقابا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله تعالى قردة أذلاء محقرين عقوبة لهم على تجاوزهم حد الله وعلى الحيلة التي فعلوها لمخالفة أمر الله. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعل الله سبحانه وتعالى أهل هذه القرية الذين تحايلوا على أوامره ووقعوا في نواهيه، جعلهم الله تعالى عبرة لمن هم في عصرهم ولمن يأتي بعدهم، وتذكرة يعني تذكيرا للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، وموعظة يعني تذكيرا للمتقين، وخص المتقين بالاعتبار والاتعاظ لأنهم المنتفعون بما يمر عليهم من قصص وبما يمر عليهم من عبر وعظات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: اذكروا يا بني إسرائيل أيضا حين قال موسى عليه السلام لقومه لما اختلفوا في شأن قتل شخص منهم، من الذي قتله؟ قال الله تعالى آمرا موسى عليه السلام أن يأمر قومه، أن يأمر بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. حين اختلفوا في هذا الشخص المقتول من قتله وذهبوا إلى موسى عليه السلام، قال الله لموسى: مرهم أن يذبحوا بقرة. فقالوا لموسى: أتهزأ بنا؟ أتسخر منا؟ نحن نكلمك في شأن القتيل وأنت تقول اذبحوا بقرة؟ قال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني من المستهزئين الذين يسخرون بأوامر الله سبحانه وتعالى. فقالوا له: أدع لنا ربك، أسأل لنا ربك، أطلب لنا من ربك أن يبين لنا ما هي، أن يبين لهم حقيقة هذه البقرة، أن يبين لهم سن وعمر هذه البقرة. قال: إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة لا فارغ ولا بكر، يعني بقرة متوسطة السن، لا هي مسنة كبيرة في السن ولا هي صغيرة، بل هي وسط بين ذلك. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع يعني شديدة الصفرة. ادع لنا ربك يبين لنا أولا ما هي، ما سنها، ما عمرها. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، يعني هي بقرة صفراء شديدة الصفرة تسر الناظر إليها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني هل هي بقرة عاملة تحرث وتسقي، أم أنها بقرة سائمة ليست سهلة القيادة ولا تعمل في حرث ولا في سقي. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول يعني هي بقرة سائمة ليست سهلة، لا ذلول ليست سهلة القيادة، ولا تعمل في حرث ولا سقي، وليس بها علامة من لون آخر، بل هي صفراء خالصة.
قالوا الآن جئت بالحق، الآن جئتنا بالبيان الشافي والجواب الكافي. وبحثوا عن هذه البقرة وعن تلك الأوصاف حتى وجدوها وذبحوها، وما كادوا يفعلون، ما كادوا يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم مراوغون، لأنهم مماطلون، لا يريدون أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني بما أنكم قتلتم نفسا واختلفتم في معرفة القاتل، والله سبحانه وتعالى سيخرج القاتل من بينكم، فبعد أن ذبحتم تلك البقرة خذوا جزءا من هذه البقرة واضربوا به القتيل. فأخذوا جزءا من البقرة، وهذا جزء مبهم لا يصح تعيينه إلا في القرآن أو في السنة الصحيحة الصالحة الحجية، ولا يوجد في القرآن تعيين لهذا البعض الذي ضربوا به القتيل، ولا يوجد أيضا في السنة الصحيحة. المهم أنهم أخذوا بعضا من البقرة وضربوا به القتيل، فأحياه الله تعالى وذكر لهم اسم قاتله، وقال قتلني فلان ثم مات ثانيا. وكما أحيا الله تعالى هذا القتيل أمام أعين بني إسرائيل وهم ينظرون ويشاهدون، هو سبحانه وتعالى قادر على إحياء الناس يوم القيامة بعد موتهم لحسابهم وجزائهم، إما جنة عالية قطوفها دانية وإما نار حامية. فلا يصح أبدا من بني إسرائيل ولا من غيرهم إنكار إحياء الله تعالى للموتى بعد هذه الأدلة الحسية، ولا إنكار البعض بعد وجود هذه الأدلة الحسية التي تدل على قدرة الله تعالى المطلقة. ثم بعد كل هذا قست قلوب بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد أن رأيتم وشاهدتم قدرة الله تعالى المطلقة ورأيتم آيات الله تعالى الباهرة، بعد كل هذا قست قلوبكم وأصروا على إنكار الحق، فلم يقبلوه ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا رسل الله تعالى، فقلوبهم كالحجارة في القسوة، بل قلوبهم أشد قسوة وصلابة من الحجارة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار الواسعة، ومن الحجارة ما يشقق طولا وعرضا فيخرج منه الماء بأمر الله تعالى وإذنه، ومن الحجارة ما يهبط من أعلى إلى أسفل من خشية الله سبحانه وتعالى. فالحجارة أنفع من قلوب بني إسرائيل التي قست وتحجرت وتصلبت، فأصروا على العناد والكفر والتكذيب. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد لكل من ينحرف عن أوامر الله تعالى، لكل من يضل عن الصراط المستقيم. وما الله بغافل عما تعملون، لا يعزب عن علمه شيء، بل علمه محيط بجميع أقوالنا وأعمالنا، والمترتب واللازم لهذا العلم أن يحاسبنا على تلك الأعمال والأقوال يوم القيامة. هذه القصة قصة البقرة، من أجلها سميت السورة سورة البقرة، وليس لأن قصة البقرة قد وردت في سورة البقرة فسميت السورة باسمها، لكننا كما قلنا في بداية تفسيرنا لهذه السورة الكريمة أن الناس تجاه أوامر الله تعالى ونواهيه على ثلاثة أقسام: فريق ممتثل ظاهرا وباطنا وهم المتقون،
وفريق لا يمتثل لا ظاهرا ولا باطنا، وهم الكافرون، وهؤلاء قد ختم الله وطبع على قلوبهم. وفريق ثالث مراوغ يوهمك ويخدعك أنه امتثل، لكنه في باطنه وفي قرارة نفسه لا يمتثل بل يراوغ، كما فعل بنو إسرائيل حينما أمرهم موسى عليه السلام بذبح هذه البقرة، فراوغوا، لم يقولوا لن نمتثل ولم يقولوا سنمتثل، لو ذبحوا أي بقرة لقاموا بأمر الله سبحانه، لكنهم راوغوا، هم في قرارة أنفسهم وفي بواطنهم وقلوبهم لا يريدون الامتثال فراوغوا. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. هذه هي المراوغة، وأصدق دليل على أن المقصود الأعظم من سورة البقرة الامتثال، هذه القصة التي بيّن الله سبحانه وتعالى موقف الفريق الثالث الذي لا يمتثل أوامر الله تعالى بل يراوغ ويحاول أن يبتعد عنها وأن يفر منها، لكنه ليس جريئاً لأن يقول أنا لا أمتثل، وإنما يراوغ مع أوامر الله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون فإنهم يمتثلون أوامر الله، وقد ذكرت السورة المؤمنين بالموقف الأمثل تجاه أوامر الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يمتثلون أوامر الله ويعلمون أن هناك يوما يقفون فيه بين يدي الله. وكذلك قصة البقرة هنا حذرتهم من أن يتبعوا مواقف بني إسرائيل في المراوغة عند أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. وكذلك آخر السورة لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة، ما أظهره الإنسان يحاسب عليه، وما أخفاه ولم يحدث به أحدا أيضا سيحاسب عليه، فشق ذلك عليهم وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، وإنما قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت هذه الآيات ورفع الله تعالى عنهم ما حدثوا به أنفسهم. لماذا؟ لأنهم امتثلوا أوامر الله. فأول سورة البقرة وأواسطها وأواخرها تذكرنا بقضية امتثال أوامر الله تعالى وتحقيق التقوى التي هي امتثال الأمر واجتناب النهي. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.